ثمرة الصبر عن المعاصي. تأملت أمرا عجيبا وأصلا ظريفا، وهو انهيال الابتلاء على المؤمن وعرض صورة اللذات عليه مع قدرته على نيلها، وخصوصا ما كان في غير كلفة من تحصيله كمحبوب موافق في خلوة حصينة. فقلت سبحان الله، ها هنا يبين أثر الإيمان لا في صلاة ركعتين. والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل هذا المقام. فبالله عليكم يا إخواني، تأملوا حاله لو كان وافق هواه، من كان يكون؟ وقيسوا بين تلك الحالة وحالة آدم عليه السلام، ثم زنوا بميزان العقل عقبى تلك الخطيئة وثمرة هذا الصبر، وجعلوا فهم الحال عدة لكم عند كل مشتهى. وإن اللذات لا تعرض على المؤمن، فمتى لقيها في صف حربه وقد تأخر عنه عسكر التدبر للعواقب هزم. وكأني أرى الواقع في بعض أشراكها، ولسان الحال يقول له قف مكانك أنت وما اخترت لنفسك، فغاية أمره الندم والبكاء. فإن أمن إخراجه من تلك الهوة لم يخرج إلا مدهونا بالخدوش، وكم من شخص زلت قدمه فما ارتفعت بعدها. ومن تأمل ذل إخوة يوسف عليه السلام يوم قالوا وتصدق علينا عرف شؤم الزلل، ومن تدبر أحوالهم قاس ما بينهم وبين أخيهم من الفروق، وإن كانت توبتهم قبلت لأنه ليس من رقع وخاط كمن ثوبه صحيح. ورب عظم هيض ولم ينجبر، فإن جبر فعلى وها. فتيقظوا إخواني لعرض المشتهيات على النفوس، واستوثقوا من لجم الخيل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.